تو انا رجعت باش نوريها الورقة ونقول لها قداش من شهر بالزاء. تو جيبوها لكم، اي؟ اي مشات. قالت لي بربي سامحني برا تتكلم في التليفون مش هنا. مش هنا. معناتها مقصرين فما. ونفختني، قالت لي اخرج برا خلي تكلم التليفون الساعة. هكا. تتكلم في التليفون خلي دخلت لها قالت لي استنى برا حتى نكمل التليفون. فما ناس يخدموا في ما بين المواطن وما بينهم هم. مش نسالهوش مش نعمل. وخليت هي اللي راخذه على البيرو وتتكلم في التليفون الاداره التونسيه هذه. النسق نتاع الخدمه نتاع الشبابيك. فما نسق الاعوان فما نسق به. الدنيا نظيفه باهي الامور منظمه ناس مرتاحين. ما تعطلتش مثلا؟ لا 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 او كونترير تري ساتيسفي. الكلام تلاو بهم. الكلام لازم يحترموا الناس ويلزم كذا كذا ويلزم وقت تجيك ورقه تجيك كذا ترجع الفلوس بتاع الناس. قال شنو لك فرنسا الدوله عندها الفلوس بنتي راه طب لك على ارديناتور يقول لك هكا فما تمشي لدار الضوء ها وتمشي تو باش نمشي نخلص الضوء راه باش تفهم قاعدين نخلصوا في الناس مش قاعدين ناكلوا في الدوله راه نخلصوا في الناس رأه. هذه نحيو عقليتك مره قاعدين نخلصوا في الناس راه ما فما تقصير من الاداره قال شنو ما دخلش الخدامه قول شنو ما فماش مش تجيني فاتوره فيها 300,000 مثل ظروفي عندي ظلمه ولا ما عنديش قال شنو ما جاو مش هزوا الضوء هاو نجيب لك الوراق هاو نجيب لك الوراق بالوثائق ما تجي في الاداره العجز يضرب على الكمبيوتر يقول لك لا ما جاوش ثلاث ما جاوش كونتور توها في الشوارع الكونتورات تو تحضرنا بعثوني المديره البيرو مسكر قالوا لي خرجت قلت لهم لا ترى خرجت معناها بنتهكم يا ترى خرجت هنا في الاداره من البيرو والا خرجت مشات تقضي في قضيه رمضان